بينك وبين مضواح مساجرة صح سعيد؟ لا هو كتب قصيدة ولا اللي هو كتب قصيدة في قال الله أكبر يا بن جدلان يا بحر القصيد. والله أنا على كثر ما كررناها لأني أحبها ودام زغردت بعض العصافير تهدم عشها. هذه ما أسمح لك إياها بصوتك. قايل لك شطر بيت يذوب الحديد كل ما تخلص مع الناس كنك تغشها. الله يا سلام. هي لها سالفة، أنا اتصلت عليه مرة هو متضايق، كنت أجي دائم في مكتبه، فكني كلمته هو متشاحن هو رفيد زلة، وقلت يا ابو نايف وينك؟ قال انا والله اني مشغول ولا اني برايد ولا ذا، والوضع بيني وبينه ترى حبي. اي قلت ما ودك تقابلني؟ قال لا والله ما ودي اقابلك. الله اكبر يا ابو نايف، تغلى علي. هو لزم الكلمه هذه، ثم كتب ابيات وارسلها لي. قال الله اكبر يا بن جدلان يا بحر القصيد. طيب زغردت بعض العصافير تهدم عشها. قايل لك شطر بيت يذوب الحديد كل ما تخلص مع الناس كنك تغش. هلا هلا شل صوتك يا بن درعان تكفى يا سعيد، الخناجر سلها والعمايم طشها. والله خل رواد المجال استفيد وتستفيد، ودنا نعرف قصة روسنا من هالشام. طيب وقال لي لحنها، ان لقيت لحنها زين كملتها، وما لقيت لحنها زين خلها لك. قلت ميدها الله اكبر يا بن جد لاني يا بحر القصيد. زغردت بعض العصافير تهدم عشها. قايل لك شطر بيت يذوب له الحديد كل ما تخلص مع الناس كانك تغشها. شل صوتك يا ابن درعان تكفى يا سعيد، الخناجر سلها والعمايم طشها. خل رواد المجال استفيد وتستفيد، ودنا نعرف رقصة عروسنا من هالشهر. الوفا والدين والعلم للمسلم رصيد، والردى والعيب ما يفلح اللي دسا. صارت اقمر الفضاء ترسل اللي ما يفيد، لتها بعض المحطات يحذف دشها. كم لي يا جمل وانا من بعض الاشياء بعيد، له ما نروي والمودة صارت جبال من قلب جليد، كل ما عرض خيال السحاب رشها. هكذا الأيام تفعل بنام الله يريد، من يطرف ساق رجله لغير حشها. الحقيقة يا ابن جد لان يا بحر القصيد، كل ما تخلص مع الناس كانك تغشها. يا سلام يا سلام، كل ما نخلص مع الناس كنا نغشها. بيض الله وجهك ابو نايف، بيض الله وجهكم يا الغالين على ابداعكم وتالقكم، بيض الله وجهكم مشاهدي الكرام على مشاركاتكم. بس بالبر